ساعتين للحرب. قواتنا المسلحة خليج العقبة يمثل المياه الإقليمية بتاعتنا المصرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إن احنا نسمح للعلم الإسرائيلي أن يمر في خليج العقبة. بيهددوا بالحرب اليهود، بنقول لهم أهلا وسهلا، احنا مساعدين. هكذا بدأت حرب الأيام الستة في العام 1967. الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر طرد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من غزة ومن شبه جزيرة سيناء، وأعلن عن إغلاق مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية، وواصل إطلاق التهديدات للقضاء على إسرائيل. من هنا كانت البداية. إسرائيل قامت بعد ذلك بضربة استباقية استهدفت فيها القوات الجوية المصرية والمطارات الحربية، وقضت على نحو 85% من الطائرات الحربية قبل إقلاعها. إلا أن الحرب توسعت عندما دخل الأردن وسوريا في الصراع. وبعد 6 أيام على بداية الحرب سيطرت إسرائيل على شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة الذي كان في حينه يتبع للسيادة المصرية. ثم سيطر جيش الدفاع على مرتفعات الجولان وعلى الضفة الغربية وعلى الجزء الشرقي من أورشليم. هكذا أبطلت إسرائيل جهود التسلح المصرية بقيادة جمال عبد الناصر والنشاط العدواني السوري على المدن الإسرائيلية.